متر من مدينة مرعني كما كتشوفوا الآن، يعني نقل فسيح الرشيد اليوم إلى السجن العرجاج هي والزوج ديالها محمد، يعني محمد اللي تم الاعتقال ديالو اليوم، يعني بعد ما كان السلام عليكم الشعب المغربي اللي خارج ارض المغرب وداخل ارض المغرب من طنجه حتى القويره، مبروك عيد النبوي الشريف على اللي داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم انا يونس ضيف في الحلقه يعطينا الراي ديالو، الراي ديالو على فاتحه الروتين اليومي وراجلها محمد بنت تمارة نواحي الجدرميه. البارح تنسمعوها تعتقلات نهار الاحد وسيد راجلها بلا ما سلموا ولادها للجمعيات ولا الخيريات، مشات للعرجات وان شاء الله من لهنايا الخميس الجاي سيمانه اسبوع طلع للمحكمه للجلسه. خوتي خويا حيده، هذيك الروتين اليومي فاتحه اللي توضات في ذاك الكلاس وقالت الراجا صورني وبقات تحاشاك تتنفس بلا حشمه بلا تحيه وتوضات وفي التاريخ تقلبوا كتقول لهم ها هو الزعر ها الكحل هكذا هادي، داروا دار الدجاج ذاك الفيديو والمغاربه غضبوا عليه وحيداته، حنا كنا شارجينه. اش تقول على هذا الروتين اليومي، هذه الفضيحه اللي دارت قدا قداش؟ بعدا بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للاخوان داخل الوطن او خارج الوطن والعواشر المبروكه بهذا العيد النبوي نتاع خلق النبي صلى الله عليه وسلم، تحياتي لكم. اما السؤال اللي طرحت عليا الاخ اخويا بابا، هذا السؤال هذا اش نقول لك، الانسان ملي تيبغي باش يدخل في التواصل الاجتماعي خصو يدير اي حاجه باش يوصل او يعطي الاهتمام لعباد الله. حنا هذيك الانسانه ما تيشرفناش تكون هي مغربيه ولا تتشرف المراه المغربيه، حيت الا رجعنا لواحد العصر اللي هو واحد 40 عام اللور اللي هي الثمانينات او التسعينات، كانوا العيالات حنا ملي حلينا عينينا لقينا عيالات تيديروا اللسان. مع التطور ديال الوقت ولينا تنعرفوا عيالات الله يعمرها سلعه، ولات الاصل بالمعامله ديالهم بالكلام ديالهم تتلقى من بعد ديالهم بالاصل. هذيك السيده بحال اللي بغات تطيح بهاد المغاربه بديك الفعل ديالها نتاع الانسان. حنا بعدا من الوالدين ديالنا ملي تنكونوا صغار اول حاجه ملي تتبغي تدخل حاشاكم للطواليط تتقول اللهم الخبث والخبائث، هذه ماشي دارت الخبث والخبائث، هذه تتبغي تجبد الانظار ديال عباد الله للمشاهده، ولكن راه تتعطي واحد الصوره للمغاربه اللي هي قبيحه. واش انسان الانسان خصو يفضح العوره ديالو ولا يستر العوره ديالو؟ لذلك تنطلب انا من رجال الامن يشوفوا مع هذه السيده هذه وياخذوا في واحد المسطره اللي هي تضرب في الشرف ديال الوطن ديال المغاربه نساء، وتا حنايا خارجين على الوطن وتتخلي الناس يتكلموا علينا ويديو علينا واحد الصوره اللي هي فاسده، ولكن الحمد لله حنا في دوله اسلاميه وفي دوله الحق والقانون، وانا متيقن الاخ بابا غياخذوا معاه مسطره قانونيه. هي وراجلها راجلها هضر وبان هو اللي مصورها، اش تقول على ذاك الراجل؟ واش راجل ولا ماشي راجل؟ ما فيش النفس ديال الرجوله. نوليو لواحد الكلمه اللي هي هضر بلا حنان بلا عطاء. لا انا غنهضر بداك الشيء ديال الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان واحد السيد جا عنده وقال له دير راني سمعت لها الحس في داري، وعاود قال له الرسول صلى الله عليه وسلم سير تاكد واش كاين، واش كاين الحس؟ مشى تاكد وعاود رجع عنده، وعاود النوبه الثالثه عاود قال له سير عاود تاكد وعاود رجع، منين مشى عاوتاني تاكد رجع هو يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هي فينا تخرج اقتلوا من لا غيرة له. إذ الانسان هذاك السيد كما تنقولوا اي واحد يقدر يغويه الطمع، ولكن الكرامه ديالو ما يقدرش يبيعها. انسان لا عاش بدون كرامه بدون رجوله راه يعيش حتى بدون كرامه. انسان هذاك ما تنحسبوش انا حاس به بالله تتصرفقوا تضغط عليه، انسان كبر فهمتي ما يبقاش تايه فيه شي واحد، واخا تبغي تقرب مع شي واحد ولكن هو كما تنقولوا يا ما في الحب ما ظالم، يكون الانسان تيبغيها واحد الحب اللي راك حنا شفناه، واخا ضرب الحبس واخا بزاف د الحوايج واخا دار بزاف ديال الحوايج تنشوفوه راه معاه،
إذن ما نعرفوش شنو اللي جامعهم بيناتهم، ولكن اللي تنبغيو نوصلو الانسان خصو تكون فيه واحد النخوه ديال الرجال، واحد الشخصيه ديال الانسان اللي الهيبه ديالو تتكون في وسط الدار ديالو. وهي ساحره، كما عشنا مع الوالدين ديالنا، الا هضر الوالد ديالنا في الدار راه كلشي تيسقر، ماشي انسان تتهضر معاه تترفقو تقول له مطلقك لا ماشي شغلك فايت ضربها بموس وعطاوه الشهرين. هادشي اللي قلت لهم انا راه سمحات له، ولكن بالكرامه ديال ديك المسامحه اللي سمحات له تما فينا طيح له الكرامه ديالو الاخوان. وفايت هو مسحور دابا تيعلمو حتى الناس السحر. ولكن الاخوان حنا ما عرفناش، وديما تنعلموا الله تنقولوا العلم لله. لا هي بيناتها في فيديو صدقات بيضه انا معاك ديالها. انا معاك وعطاتها له كلاها وكذا، وبيناتها في الفيديو قالت ورات العيالات قالت لهم اللي بغى راجل يسمع لها وكذا، وهادي دير له هاد البيضه تسلقها في البول ديالو. واخ حنا هادشي هذا اللي تنقولوا، حنا كلشي ما كذبناش، لي فيديوهات تيتبسوا هاد المسائل. قال لك لا يفلح الساحر من حيث اتى، الله سبحانه اللي قالها، الله قال هاد المسائل هذا وهو قد بالعباد ديالو. السحر كاين والشعوذه كاينه، ولكن الانسان شنو تتعطيوه في هذا المحتوى؟ واش انت تلقى بيضه في البول ديالك حاشا المستمعين وتبيتها تحتها وتخليها وتعطيها لراجلك شنو زعما؟ البيضه ديال الدجاج الهجاء. وحنا تنعرفوا تنطلقوا دوك شي على ما على هاد الفيديو هبطت للحبس. ونزيد اخويا قال لك تتفكر الولادة واحد هبطت واحد الشهرين للحبس، دعوة الجيران على اللايفات بالغوات وزيت كمين حشيش وكذا، دعوة الجيران هبطت للحبس. قلت لهم انا لقيت ولادي تشردوا وخرجوا من المدرسة، دابا تندير هاد الشيء هادي والتفاهة باش نوكل ولادي ونقريهم، ما عرفاش هي راه تعقد ولادها من غادي يكبروا. الانسان اخويا هذا ماشي مبرر، وحنا كاننا مغاربة تقريهم جهة وتحمقهم من جهة. حنا كاننا مغاربة هذا ماشي مبرر. الانسان اللي بغى يحضن على الوليدات ديالو عطاه الله ما يتدار، بلاصه اللي غدير هي التفاهه تدير هي برانكات مع ولادها ودير معاهم كذا، راه هما غا هو كمثل المسيح اللي في مراكش، تحياتي ليه من هذا المنبر هذا، لا هو ولا الابن ديالو دار المشاهده. هو تيدير له برانك والاخر تيدير له برانك، والحمد لله طار على المشاهده والناس قابلينهم، علاش هما ما يديروش شي حاجه اللي هي خارجه النطاق؟ وهاد الفضائح حتى هي بحال الفساد، بحال الزينة، بحال هنا فضيحة. هنا تتسمى الدعارة الإلكترونية، هادي تتسمى دعارة إلكترونية. الإنسان تيتواصل مع الإنسان، يقدر يتواصل معاه بميساجات، يقدر يتواصل معاه في الخاص ديالو، اختلفات القانون حيت بزاف كاينين. كاين عندنا واحد ما تنعممش، كاينين واحد الناس اللي هما عندهم الكبت الفكري في الدماغ ديالهم، تيكونوا هادشي هذا عالم التواصل الاجتماعي غادي لهم في الدم ديالهم. اذن ولا بد غيتصل، كاين اللي غيتفلا، كاين اللي غيقول لك كذا، كاين اللي كذا، بزاف ديال الحوايج. اذن لا بالك يا اخي من الراجل ديالها، راه حتى هو راه واخا هكاك تيبقى راجل، ولكن في الشخصيه ديالو هو حطمتها له هي منين هبطاتو للحبس منين ضربها. السلام عليكم، تابوناو مع خويا يونس حيدة ويدي الدرع الفضي ويستاهلوا، وتبعوا مع قصص عجيبة وقصص واقعيين، وعاش مع هاد الناس اللي عندهم هاد القصص، إن شاء الله يدخل في محتوى زويون خويا يونس. ديروا يونس حيدة وتحياتي لكم خوتي وداخل الوطن أو خارج الوطن، والله يكبر بكم، وتنتمناو من الله تعالى ان ينال الاعجاب ديالكم هذه الخدمه اللي غتكون ان شاء الله في المستقبل ديالنا وهذه القصص. وتنشكروا الاخ بابا احمد، حتى هو من الداعمين ديال الاخ يونس حيدة في الاوائل، هو اللي فتح لنا القناه، لا هو ولا الاخ حميد، تحياتي ليه من هذا المنبر. وتنشكروكم كاملين، الله يكبر بكم، وشرف لينا اللي زارنا الاخ بابا احمد، والله يكبر بكم. وحنا تنطلبوا من رجال الامن ان شاء الله، رجال الامن ياخذوا المسطره في حق هذه السيده هذه، حيت هانت المغاربه بهذا الفعل اللي دارت، وقاصت الوطن ديالنا، وتتعطي الناس باش يهضروا على المغرب الحبيب ديالنا. وديما تنقولوا عاش الملك، وتحياتي لكم الاخوان، الله يكبر بكم. باي باي الوالدين، تابوناو مع يونس، ما تنساوش ابسي حميده.